بالحجر حومة، دكتور في القانون العام وخبير في التخطيط الاستراتيجي، باش نشارك في فعاليات صالون بعث المشاريع اللي باش ينتظم نهار 3 و4 فيفري 2016 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في الجلسة المفتوحة اللي باش تكون إن شاء الله نهار 4 فيفري 2016، باش نقدم الإشكالات القانونية والحلول المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. نعرف اليوم أنه القانون التونسي المنظومة القانونية متاعه مازالت مفكة، مازال ما عندناش يعني نص يوحد، يعني نص جامع يجمع هذا القطاع، وسأقترح كما قالوا برشا خبراء، سأقترح يعني قانون توجيهي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وباش يكون هو يعني الإقلاع نحو الاعتراف القانوني والسياسي، باش يولي هذا الاقتصاد يعني كركيزة ثالثة في المنظومة الاقتصادية التونسية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام. بطبيعة الحال هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعني يمنح فرص كبيرة برشا للشباب، هناك تجارب كبيرة كما في المغرب وكما في الشيلي وكما غيره، إن شاء الله تونس تكون يعني تستثمر الطاقات الكامنة في هذا الاقتصاد. تفاصيل تنشوفوها مع بعضنا إن شاء الله يعني يوم الملتقى، وأنا من موقعي أدعو جميع الشباب لحضور هذا يعني هذا الصالون، صالون بعث المشاريع، وباش تكون فيه يعني فرصة لربط العلاقات مع المؤسسات، باش مرة أخرى يعني يعاونوهم على مستوى مرافقتهم وإنجاح مشاريعهم. فنقول لكم ما تفوتوش على رواحكم فرصة، يعني فرصة حضور ورشات وندوات الصالون اللي هو تحت شعار جنح بفكرة مشروعك.